السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النهاردة فجرا زي ما حضراتكم تابعتم رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب والأستاذ عامر حسين عضوا، أعلنوا عن جدول مواعيد الدوري حتى شهر أو نهاية شهر 6 القادم حتى الأسبوع 23. مباراة النادي الأهلي والزمالك أجلوها عن موعدها، كان المفروض في الأسبوع الرابع لكن أجلوها، لكن حددوا لها موعد أيضا في منتصف شهر 6 بعد فترة التوقف اللي هتحصل لمنتخب مصر عشان تصفيات المؤهلة لدور أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. فحضراتكم تابعتم، مش هنعيد ولا ناخد نقط حضراتكم مواعيد المباريات يعني، لكن الزمالك مرتاح بنسبة كبيرة يعني. الأهلي طبعا داخل في مطحنة مباريات الأفريقية نصف النهائي ذهاب وإياب، وإن شاء الله بإذن الله نوصل للنهائي، وهنلعب يعني بعد كده في ضغط المباريات كل ثلاثة أربع أيام نادي الزمالك، عكس كده يعني هيقعد يريح يعني، ممكن يلعب زي ما حضرتك يلعب من يوم واحد ليوم 10، يقعد 9 أيام من يوم 1 مايو مباراته في هيلعب مع المصري بكره، في مباراه ثانيه يوم 1 من شهر 5 1 مايو، وهيقعد من 1 وبعد كده من 10 ل 17 مريح اخر راحه يعني، ويجي يقول لك احنا ما عندناش وقت، الدوري مضغوط. مضغوط فين؟ الاهلي طلعان عينه في بطوله افريقيا، البطل هل دي مكافاه البطل او بتعاقبوا الناس على انهم بيكونوا ابطال وياخدوا بطولات يعني؟ في نفس التوقيت برضه حددوا موعد مباريات الكاس الجديد والقديم، هيبقى نلعب شويه من هنا وشويه من حبه هنا وحبه هنا. الزمالك يلعب مع اسوان في كاس مصر القديم في نصف النهائي يوم 23/5، والاهلي هيلعب مع المصري بالسلوم في كاس مصر الجديد يوم 12/6، والزمالك هيلعب مع الداخليه في كاس مصر الجديد يوم 13/6، وبيراميدز والاهلي في كاس مصر القديم دور الثمانيه لسه هنلعب يوم 26/6، يعني ست مباريات في شهر ونص تقريبا او شهرين، لمده شهرين منهم 15 يوم فاصل توقف عشان منتخب مصر، شهر ونص الزمالك هيلعب فيه حوالي 6 مباريات زائد مباراتين 8 مباريات. النادي الاهلي طبعا ضيف على هذه المبارياته بقى في افريقيا، طبعا هتتاجل له بعض المباريات، مباراته مع الاسماعيلي مؤجله، مباراته مع، بس هي القصه ان انت بادئ لي المؤجلات مش بالترتيب، وبعد واحنا بنطالب بالترتيب الناس تقول لك يا عم سنه في سنوات طلعوا لنا لك لعبت الاهلي بالكيف، جبتوا له المباريات السهله وبعد كده مش عارف ايه. طب انا بقول لك رتب لي الجدول زي ما هو ماشي، مش مديني الجدول زي ما هو ماشي، او مش هيلاعبني زي المؤجلات. فين مباراه الجونه؟ مفيش، مش متاجله لسه، ما لعبناش الجونه متاجله، من فين مباراه الجونه؟ احمد دياب قال لك اجلنا مباراه النادي الاهلي والزمالك عن موعدها في الاسبوع الرابع، يعني قلت حضرتك هتلعب يوم 19 يعني حد لها ميعاد حتى يلعب النادي الاهلي مؤجلات، ودي رؤيه الرابطه. هي الفكره القصه كلها ان الزمالك خايف يلاعب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يكسبه فيبقى في فارق كبير، فالطموح بتاع اللعيبه او الحوافز بتاعت اللعيبه انهم يلحقوا او الضغط، هو عاوز يفضل نادي الزمالك ضاغط على النادي الاهلي يعني من خلال والله الزمالك ماشي كويس، ما في فرق في النقط والنقط مفيش مشكله، النادي خسع فهنقف ونقول لا مش لاعبين، لكن هم مريحينهم، فرقه بتلعب كل 7 8 ايام وفرقه بتلعب كل 3 ايام يعني. الكابتن شوبير امبارح اتكلم عن النادي الاهلي، وزي ما انا قلت لحضراتكم بقالي يومين ان في حاجه غريبه، ايهاب جلال طلع من الكونفدراليه، معين الشعباني طلع مع المصري في الكونفدراليه، الزمالك طلع، لكن الهجوم على الخطيب وعلى بيتسو موسيماني. لما تيجي تسمع من الكابتن شوبير يقول لك اللي بيحصل ده مش طبيعي والموضوع كانه منظم، من واحد خبره في مجال الاعلام، من واحد بيعمل في هذا المجال، من واحد بيعمل في قناه سميناها كلنا اون تايم زمالك، فاكيد هو حاسس حاجه مش عايز يعلن. انا عشان حاسس ان هو شايف في حاجه تربطات نظام هجوم على النادي الاهلي بشكل ممنهج. هو قال لك الوحيد اللي مكمل في بطوله افريقيا والباقي خرج، والغريب ان انت ما بتهاجمش اللي خرج،
انت بتهاجم اللي مكمل، يعني ما بتنتقدش اللي خد، انت بتنتقد وتهاجم اللي مكمل في البطولة الأفريقية. النهاردة برضو الاتحاد الجنبي زي ما الاتحاد الكاميروني هيقدم شكوى وطلعوا بيان في بسبب تصريحات جمال بالماضي، وقالوا ان في اتهامات للكاميرون واثنين اعضاء على حسب تصريحات جمال بالماضي برشوة الحكم الجنبي بكاري جسام. النهارده برضو الاتحاد الجنبي لكرة القدم تقدم بشكل رسمي لشكوى ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قالوا فيها انهم بيتابعوا بقلق بالغ الحملة المستمرة ضد شخص الحكم بكاري جسامة من قبل مواطنين جزائريين عبر وسائل الإعلام المختلفة، والنبي تصريحات الناس المختلفة وسائل الإعلام. لا يا سيدي، الاتحاد الجزائري والناس يتكلموا حقهم يتكلموا. أنا بقى أمنية حياتي إنهم ما يفاجئوناش بكاري جسامة في مباراة الأهلي وفاخر الصيف، يعني يبقى بيهزروا يا كل علامات الاستفهام دي كلها، ويجي حد يتكلم يقول لك كله نجيب بكاري جسامة أحسن حكم في القارة الأفريقية ويودرونا تاني. يا أبو بكاري جسامة لسه فاكر عماد متعب وهو بيعمل له كده عماد متعب بعد خسارتنا. بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي أعلن منذ قليل، وده خبر أسعدني يعني، وأتمنى إنه يكمل على خير يعني ويستمر، لكن هو مش حكم نهائي، حكم ضد مرتضى منصور. النادي الأهلي أعلن من خلال الموقع الرسمي والأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أعلن إن تم الحكم على مرتضى منصور بالحبس عامين. النهارده زي ما أنتم عارفين يوم 27 موعد الحكم في القضيتين على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف، كان خد براءة، وقبل كده مش براءة، خد غرامات بفلوس يعني، لكن هم اعتبروها براءة في قضايا اليوم يعني من حوالي أسبوع تقريبا. كان النادي الأهلي برضه في جلسات الكابتن محمود الخطيب، ومرتضى منصور طلع قال لك إيه يعني، هندفع وهتستأنف وهنعمل وهنسوي. النهارده كان في جلستين أخريتين، النادي الأهلي من خلال الموقع الرسمي والأستاذ محمد عثمان زي ما قلت لحضراتكم اعلنوا ان المحكمه الاقتصاديه حكمت على مرتضى منصور بالحكم في كل قضيه بسنه وغرامه 10,000 جنيه كتعويض يعني. ده بالنسبه لمرتضى منصور. طبعا من وقت الحكم وكتب قال لك بعد قليل تصريح خطير بالصوت والصوره للمستشار مرتضى منصور، والزملكاويه في حاله تعب اعصاب، مش كل الزملكاويه طبعا يعني المساندين مرتضى منصور، وكله بيتكلم زي انتوا مبسوطين ليه، ده حكم او اول درجه، ده استئناف، يعني انتوا مش فارق معاكوا السب والقذف والشتيمه، ده امور طبيعيه عادي. وهل مثلا ما هو القاضي ايه له ورق يعني، انتوا مش شايفين متقبلين الوضع عادي؟ طب انت حط نفسك كده اللي بتدافع، افرض ان في شخص ما شتمك وشتم امك وشتم ابوك وشتم عيلتك وشتم اسرتك، هتتعامل بهذه السهوله وهتبقى متصالح مع نفسك قوي؟ طيب ايه القصه؟ لسه ده حكم اول درجه طبعا، وهي لسه فيه استئناف يعني، لكن تبعات هذا الحكم لو اصبح حكم نهائي، يعني لو اصبح هذا الحكم يبقى مرتضى منصور ملوش علاقه بنادي الزمالك يعني، المفروض الوزير ينفذ يعني وكله ينفذ. لو الحكم لسه يعني لسه في درجات للتقاضي الثانيه ومنها الاستئناف زي ما قلت لحضراتكم، فمن ضمن احكام قانون الرياضه بيقول لك ان في حاله الحكم بالحبس على احد اعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضيه فانه يحرم من هذا المنصب لمده 5 سنوات. 5 سنين يبقى بعيد. قال لك كل حكم بعقوبه من العقوبات المنصوص عليها بالقانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضويه مجلس اداره اي من الجهات الرياضيه لمده 5 سنوات. يعني ايه؟ يعني مرتضى منصور لو اصبح هذا الحكم حكم نهائي فبالتالي مرتضى منصور يبقى خارج نادي الزمالك وخارج الوسط الرياضي، نتمنى ذلك يعني. اكد مصدر من نادي الزمالك. طب نادي الزمالك، وبنرجع تاني للتحكيم، التحكيم على ما يبدو برضه ان اتحاد الكره بيلعبوا لعبه، وللاسف الشديد يعني كنا قلنا
او يعني كنا رافضين فكره ان خالد الجرندقي يكون في المجلس للهجوم على النادي الاهلي او يكون شوكه في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي، لكن حتى الان الراجل ما بينش كرامات يعني ولا ساند الحق، ما بقولش ساند النادي الاهلي، ساند الطلب العادل وطلب حكام اجانب يعني. وميدو كان صرح بالامس قال لك اتحاد الكوره في اتجاه داخل اتحاد الكوره عدم استخدام حكام اجانب بسهوله، ومش فاهم المعنى ده ايه. اللائحه بتقول لك هات حكام اجانب زي ما انت عايز، حتى اللائحه بتاعت احمد مجاد كان فيها مثلا 5 ماتشات، حتى كمان بعد ما النادي الاهلي كان اشتكى يعني قال لك عندك 5 ماتشات تجيب فيهم حكام اجانب. مين احنا طلبنا عايزين اللائحه دي اتغيرت بقى، قال لك تجيب كل الحكام او كل مباراه زي ما انت عايز حكام اجانب، انت حر هتدفع الفلوس وتبلغني قبلها ب 15 يوم اجهز لك الحكام. تمام. اتفاجئنا بمباراتي النهارده طلع الجيش ومباراه يوم 30 امام سيراميكا قال لك مش هنلحق نخاطب. ميدو وكل الزملكاويه طلعوا قال لك ايه والله ده تهديد للتحكيم المصري عدم ثقه، وحتى جمال الغندور طلع وقال لك الكلام ده، حتى ميدو حتى عمرو الدرديري حتى احمد مرتضى منصور حتى البرلماني عضو البرلمان مندوب حسين قال لك الاقتصاد ومصر والظروف الاقتصاديه بتاعت مصر لا تسمح وكلام من هذا القبيل. فاتفاجئنا ان ميدو بيقول لك في اتجاه داخل اتحاد الكره بصعوبه استخدام حكام اجانب عشان يحجموا الموضوع والحكام، انت مش فاهم يعني. انا بقول لك انا عايز انا التحكيم بتاعي بيقول لك ده بيفقد الثقه، ما انا مش واثق فيه. بيقول لك اي حكم بيطلب حكام، ده جمال غندور، اي حكم بيطلب حكام اجانب ما عندوش ثقه في التحكيم المصري. ما انا ما عنديش ثقه في التحكيم المصري، وانا عندي ثقه في التحكيم المصري كنت هجيب حكام اجانب ليه؟ يا سلام عليكم يعني، واعيين انتوا جبتوا التايهه؟ والله انا مش عارف يعني. بالنسبه لل شركه الكوره في اتجاه، طبعا نادي غزل المحله عنده شركه لكره القدم، شركه كره القدم قال لك وزاره قطاع الاعمال اوصت بالاسراع في طرح شركه غزل المحله لكره القدم في البورصه بعد اجازه عيد الفطر المبارك في ظل توجه الدوله او خطه الدوله في طرح الشركات الحكوميه في البورصه. ان شاء الله خير، خبر الخاص بالحبس ان شاء الله خير، لكن هنشوف هل الفيديو اللي هيطلع مرتضى منصور هيتكلم بشكل هادي ولا هيطلع يهدد ويقول لك انا ما اتحبسش والخطيب مش خط احمر وكأن حكم القضاء ده مسيس او موجه او او او. هننتظر وهنشوف كلام مرتضى منصور ورد فعل مرتضى منصور على هذا الحكم. المره اللي فاتت كتب كلمتين وقال لك انتهى الدرس، ويا خطيب اتعلم الدرس، وده ملعبي وده وكأن القانون لعبه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، وان شاء الله نلتقي بكم باذن الله في تعليق وبث صوتي على مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.